الحجي. جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله علمني في الإسلام خيرا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ثم مضى الأعرابي ثم توقف، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تفكر البائس، تفكر البائس. ثم رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه لله، فماذا لي أنا؟ فماذا لي أنا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أعرابي، إذا قلت سبحان الله قال الله صدقت، وإذا قلت الحمد لله قال الله صدقت، وإذا قلت لا إله إلا الله قال الله صدقت، وإذا قلت الله أكبر قال الله صدقت، ثم قلت بعدهن: اللهم اهدني قال الله قد فعلت، اللهم اغفر لي قال الله قد فعلت، اللهم ارزقني قال الله قد فعلت. ثم صرهن الأعرابي سبعا ثم مضى. يا غالي، أنت تبغى الرزق، تبغى الهداية، تبغى المغفرة من الله، حديث عظيم هذا، طبقه في حياتك وأبشر بالخير. سبحان الله، الحمد لله، فلا إله إلا الله والله أكبر، ثم قل بعدهن: اللهم اغفر لي، اللهم اهدني، اللهم ارزقني، والله ما يأخذ منك شيء يا تاج راس.